سفينة حربية أمريكية ترسو غدا في ميناء بورت سودان عند سواحل البحر الأحمر. تلك السواحل تستقبل أيضا فرقاطة روسية تابعة لأسطول البحر الأسود. واشنطن كما موسكو تضعان الخطوة في إطار التعاون مع الخرطوم. أما الخرطوم فتسعى إلى إنجاح المرحلة الانتقالية في ظل البحث عن ترتيب وضعها الاقتصادي والتجاري. أهلا بكم إلى الرابط. واشنطن وموسكو إذن تتزاحمان عند الموانئ السودانية، وعنه نتساءل هل هذا التزاحم يساعد السودان أو يساعد السودان في مرحلته الانتقالية أم يعرقلها، وأي دور لموانئ السودان في الاستراتيجية الاقتصادية للقوتين العالميتين؟ السودان يستضيف سفنا أمريكية وروسية في مينائه، أمر يدفع إلى التساؤل عن قدرته في مواصلة كافة التوازن في علاقاته بين واشنطن وموسكو، واللتين تسعيان لامتلاك أحد أهم مفاتيح البحر الأحمر والقارة السمراء من خلال الخرطوم. نتابع. تناوبت سفن حربية على الرسو في هذا الميناء سابقا، في كل مرة كان لرسوها دلالة سياسية عكست حجم التقارب مع الخرطوم. في عهد الرئيس السابق عمر البشير بوارج إيرانية، أما الآن فمدمرات وفرقاطات أمريكية روسية. فقد تحول بورت سودان لموقف مؤقت لهذه البارجات، واقع يعكس موقف السودان البراغماتي القائم على موازنة علاقاته والاستفادة من جميع الأطراف. تعلم الخرطوم ما تمثله تلك الموانئ من استراتيجية لكل من موسكو وواشنطن، فالإطلالة على البحر الأحمر تعني التحكم بنحو عشر إجمالي الشحن البحري في العالم، هذا عدا عن مجاهرة الأمريكيين والروس بتصاعد المنافسة حول امتلاك مفاتيح القارة السمراء من دون إغفال المزاحمة الصينية. لا تلغي براغماتية السودان موافقة الخرطوم على جملة من الخطوات والشروط الأمريكية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، ولم تلغي العلاقة السودانية الأمريكية الجديدة العلاقة مع موسكو. فسبق أن استعانت الخرطوم بالموقف الروسي من أجل إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في دارفور، وهو ما كانت ترفضه واشنطن. لا تريد الخرطوم الوقوع في مصيادة المحاور الدولية، فالاصطفاف إلى جانب طرف على حساب الآخر في ظل المرحلة الانتقالية قد يعود بنتائج عكسية على مصلحة أمنها أو اقتصادها أو جوها السياسي. إنه عهد التوازن في الخرطوم، فهو الوحيد القادر على تحقيق أكبر قدر لها من المكاسب. فهل تعيد استنساخ تجربة جارتها جيبوتي التي تستضيف على أراضيها قواعد عسكرية روسية وأمريكية؟ إذن قبل بدء نقاش هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط. إذن واشنطن وموسكو تتزاحمان عند الموانئ السودانية، وعنه نتساءل هل هذا التزاحم يساعد السودان في مرحلته الانتقالية أم يعرقلها، وأي دور لموانئ السودان في الاستراتيجية الاقتصادية للقوتين العالميتين. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الرابط. إذن ضيفي عبر الأقمار الصناعية من موسكو الدكتور هاني شادي الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية، ومن ولاية دلاور السيد لورنس كورب وهو المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي والخبير في معهد أمريكان بروغريس في واشنطن. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد لورنس سؤالي الأول لحضرتك. إذن هذه السفينة الأمريكية الحربية الثانية التي ترسو غدا شرقي السودان، يتزامن ذلك مع وصول هذه الفرقاطة الروسية لميناء بورت سودان، هل هذه صدفة أم مقصود؟ كيف تفسر هذا التزامن؟ هذه ليست صدفة بالتأكيد. نحن نحاول أن نمنع الهيمنة الروسية، وهذه الرسالة التي بعثت للحكومة السعودية السودانية عما يجري الآن على المستوى العسكري. هناك قوة متصاعدة وهناك دور كبير لأمريكا في السودان، وهناك مشاكل أخرى مع تدهور سعر الصرف والعملة
السوداني هذا على الشق الاقتصادي، ونحن أيضا قلقون حيال الاتفاق أبراهيم مع التطبيع مع إسرائيل، وهناك أيضا الآن علاقات عسكرية مع إسرائيل. نقول أننا لن تفلت هذه الأمور من أيدينا، نود أن نبقي على مصالحنا وعلى هذا الاستقرار السوداني حتى الانتخابات في 2022. أنتقل ضيفي من موسكو معي دكتور هاني. من هناك استمعت إلى ما قال ضيفنا سيد لورنس بأنه أمريكا تحاول منع الهيمنة الروسية، تحاول ألا تفلت الأمور في هذه المرحلة الانتقالية من عهد السودان من اليد الأمريكية. ماذا عن الجانب الروسي بالذات بأن وسائل إعلام روسية اليوم قالت تحدثت عن خطط روسيا لإقامة قاعدة بحرية بالسودان أو بالقرب من موانئ السودان؟ بداية، هل من تأكيدات وفي في ظل محاولة منع الهيمنة الروسية من قبل أمريكا، كيف تنظر إلى هذه التطورات الآن؟ نعم، في شهر ديسمبر الماضي وقع الرئيس الروسي مرسوما للموافقة على مشروع اتفاقية لإقامة قاعدة عسكرية بحرية روسية في السودان. روسيا تطلق عليها نقطة لوجستية لتموين وصيانة السفن الروسية الحربية. هذه القاعدة أو النقطة اللوجستية سوف تضم 4 سفن حربية روسية مرة واحدة، وأيضا يمكن أن تكون مزودة بتجهيزات نووية. هناك أيضا كلام في روسيا حول احتمال نشر منظومات دفاع جوي متقدمة حول هذه القاعدة داخل الشواطئ السودانية لحمايتها من أي اعتداءات محتملة. ومن ثم روسيا تسعى في هذا الاتجاه للحصول على قاعدة بحرية في السودان، كما هو الحال مع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس. ومن ثم هذا يعكس ويؤشر على أن روسيا بدأت منذ فترة في الحقيقة لتوسيع نفوذها سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر. القاعدة في السودان كما نعلم لها أهمية كبيرة للتواجد العسكري الروسي في منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا. روسيا تعول كثيرا على القارة الأفريقية والتغلغل في هذه القارة، لأن أفريقيا بالنسبة لها هي مصدر كبير سواء للموارد الطبيعية أو سواء لمبيعات السلاح الروسية. ومن ثم هناك توجه روسي بشكل عام خلال السنوات الأخيرة للعودة مرة أخرى إلى المياه الدافئة، وهذا هو حلم روسي قديم منذ عهد القياصرة. اللافت في الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلق من قريب أو من بعيد على هذه الاتفاقية التي وقع مرسوم بشأنها الرئيس بوتين في الاتفاقية ديسمبر الماضي، والتي وقعت في نوفمبر الماضي جاءت تحت اسم إنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر. اليوم يتم الحديث عن قاعدة، يعني وكأنه المشروع أصبح أكثر وضوحا بالنسبة للجانب الروسي. سنتحدث أكثر عن هذا التفصيل، ولكن اسمح لي أرحب بضيفي من الخرطوم الدكتور عثمان البدري، وهو أستاذ تحليل السياسات العامة وإدارة التنمية والتجارة الدولية والنائب السابق لرئيس لجنة الموانئ السوداني. أهلا وسهلا بك دكتور عثمان. أبدأ بحديثي مع حضرتك بما ذكرنا قبل أن تنضم لنا، وهو أن واشنطن وموسكو تتزاحمان عند الموانئ السودانية. كيف تنظر حضرتك إلى هذا التزاحم؟ الخرطوم كيف ينظر إلى كل هذا التوجه نحو المياه الإقليمية السودانية إلى الموانئ السودانية؟ نعم، السودان يتمتع بميزات استراتيجية جيوسياسية اقتصادية وأمنية كبيرة جدا. البحر الأحمر هو من المياه الدافئة التي عليها تنافس دولي ليس حاليا بل سابقا كان هنالك تنافس، والسودان يمتلك أكثر من 700 كيلومتر من السواحل. هذه السواحل قيمة كبيرة جدا، لكن ليس المهم ماذا تفعل روسيا أو الولايات المتحدة أو غيرها، إنما المهم ماذا يستفيد السودان من هذه الموارد الاستراتيجية التي لا تتكرر في مكان آخر. نعم. فهذه
فرصة للسودان أن يكون هنالك استثمار على البحر الأحمر، ولكن استثمارات الموارد يجب أن تكون لمصلحة البلاد والعباد. ولذلك لا بد من المفاوض السوداني أن يكون متيقظ وواعي تماما ماذا يريد هو. أكثر هو يعرف، نحن نعرف ماذا يريد الروس، ماذا يريد الأمريكان، الإنجليز وغيرهم، لكن لا بد أن يكون المفاوض السوداني ماذا يريد السودان، ماذا يريد السودان من مكاسب استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسية، بشرط أن لا تنتقص من السيادة السودانية على أراضيها أو مياهها أو سواحلها أو أجوائها، لأنه ليست المورد الاستراتيجي ليس البحر الأحمر فقط، إنما الأجواء السودانية كلها. نعم. السودان في منتصف العالم، وكان في الحرب العالمية الثانية الأجواء السودانية هي المعبر من شمال العالم إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه. هذه ميزات لا بد أن نحصل على أكبر عوائد منها، بشرط عدم المساس بالسيادة السودانية وعدم تهديد الجيران. يجب أن تكون إضافة للإقليم، وليس الروس والأمريكان فقط، هنالك مجموعة دول البحر الأحمر لا بد أن تتحد في نظرتها لاستغلال هذا المجرى المائي الهام، لأنه واضح. أكثر من 90% من تجارة العالم تنقل عن طريق البحر، والبحر الأحمر ممر مائي هام جدا. طب سنتحدث عن هذا الممر استراتيجي. المائي، نعم، وعن الفوائد التي ممكن أن تحصل النفط عليها. الذي يذهب إلى العالم يمر، نعم، عبر البحر الأحمر. سنتحدث عن الفوائد التي سيحصل عليها السودان، ضيفي الكريم دكتور عثمان. أو يأتي من الدول الأوروبية والأمريكية، لا أعرف إذا كان دكتور عثمان إلى شرق يسمعني. أفريقيا وإلى جنوب شرق آسيا والدول، طيب، العربية. طيب دكتور عثمان ابقى معي وضيوف الكرام، نستعرض هذا التقرير ثم نعود لاستئناف هذا النقاش. إذن منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، شهدت العلاقات السودانية العسكرية مع واشنطن تقاربا في محطات عدة، نتابعها في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. بعد توليه منصب وزير الدفاع في حكومة عبد الله حمدوك عام 2019، أعلن جمال الدين عمر تطلع بلاده للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، لافتا إلى إجراء الطرفين محادثات في هذا الإطار. وبالتزامن مع تلك التصريحات، زار حمدوك واشنطن للمرة الأولى منذ توليه السلطة لبحث عدة قضايا على رأسها العلاقات العسكرية. وفي أغسطس الماضي بحث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو مع الملحق العسكري الأمريكي جاكوب دي دعم قوات بلاده عسكريا فيما يخص مكافحة الإرهاب والجرائم. وعقب رفع السودان من قوائم الإرهاب، زار وفد أمريكي الخرطوم لإجراء محادثات بشأن توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية تتضمن عقود تسليح للجيش، إضافة إلى تدشين برامج تدريب للقوات السودانية. في ديسمبر الماضي أعلنت سفارة واشنطن لدى الخرطوم رغبتها في النهوض بالعلاقات العسكرية بالتزامن مع لقاء ملحقها العسكري بقائد القوات البحرية لمناقشة التعاون مع الأسطول السوداني. في يناير من هذا العام زار نائب القيادة الأمريكية في إفريقيا للتواصل المدني العسكري ومديرة المخابرات بالبحرية الأمريكية الخرطوم لتعزيز الشراكة مع القوات المسلحة السودانية. وفي 24 فبراير الجاري رست سفينة عسكرية أمريكية في ساحل البحر الأحمر شرقي السودان. أعود لاستئناف هذا النقاش وأعود لضيفي من دلاور السيد لورنس. أسأل حضرتك، بعدما استعرضنا هذا التقرير، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من تعزيز العلاقات العسكرية مع السودان إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب؟ ما هي المصالح الأمريكية التي تسعى لها واشنطن؟
إن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تضمن كما قلتم أنها يمكنها أن تقضي على الإرهاب على الصعيد العسكري مع ضمان عدم تكرر الانقلاب العسكري من أجل ضمان هذه الإدارة المدنية، لأنه بشكل أساسي هذه الديمقراطية الآن هش بعض الشيء وهي في صدد التقدم، ونحن ندعم الإمكانات العسكرية من الناحية الاقتصادية أيضا من خلال المنظمات الدولية من أجل أن تصمد الحكومة. هناك انتخابات في 2022، وهذا سيحدد بشكل أساسي إذا ما ستذهب السودان لما كانت عليه قبل الانقلاب مع كل التهديدات للمنطقة، أو إنها ستكون ركنا للاستقرار في هذه الحرب ضد الإرهاب. علاوة على ذلك وما تكلمتم عنه، هناك أيضا هذه التعامل مع الجائحة، جائحة كوفيد، هذه مسألة كبيرة بالنسبة للسودان بالإضافة إلى كل المسائل التي تحدثت عنها. طيب أنتقل لضيفي من الخرطوم دكتور عثمان. تحدثنا عن تعزيز العلاقات العسكرية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، سؤالي لحضرتك كيف لبناء هذه القدرات الأمنية والدفاعية أن ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي بالنسبة للخرطوم؟ إذا كان الاتفاقيات كل دولة تهدف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، هذه لا خلاف حولها، فيجب على المفاوض السوداني أن يحصل على أكبر قدر من المكاسب لمواطنه. طب ما هي المكاسب التي يريدها المواطن السوداني في هذه المرحلة وعلى المفاوض السوداني أن يحصل عليها من قبل الجانب الأمريكي؟ ما هو المطلوب الآن؟ من الجانب الأمريكي وغير الأمريكي، هذا مسائل مبدئية يستوي فيها الجميع. يجب أن لا يهدد الوجود الأمريكي ولا الروسي أو غيره استقلاليا القرار السوداني، وأن لا يشكل تهديد لجيرانه، بل يدعم قوته الاقتصادية حتى يتم استغلال الموارد المتاحة، وهي موارد ضخمة جدا حولها مطامع من الجميع، أن يتم استغلالها واستخراج أقصى سلاسل القيم حتى ينعكس هذا على الوضع الاقتصادي، تحسن قيمة العملة الوطنية، تحسن ميزان المدفوعات، تحسن الاحتياطي في البنك المركزي، وخفض العمالة. دي مسألة هامة جدا. السودان له زي ما ذكرت أكثر من 700 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، ويمكن أن يكون حسب الموجود في العالم ميناء في كل بعد كل 50 كيلومتر، أي أن يمكن أن يكون هنالك 14 ميناء بين ميناء عام وميناء متخصص ومناطق صناعية متخصصة. نعم. لتصنيع الصادرات السودانية وليس لصادرات الخام. طيب وضحت هذه الفكرة من نعم. التنافس الروسي الأمريكي، أهلا نعم. أهلا به، سنتحدث عن هذا التنافس وطني. المفاوض السوداني يجب أن يعلم ماذا يريد. طيب سنتحدث عن هذا التنافس دكتور عثمان. أنتقل لضيفي من جديد من أمريكا سيد لورنس. استمعنا إلى ما قال ضيفنا من الخرطوم بأنه الخرطوم أهم ما تريده هي الحفاظ على استقلالية القرار السوداني بعيدا عن أي تأثيرات خارجية. هل تضمن الولايات المتحدة الأمريكية للسودان الحفاظ على سيادته واستقلاليته بالرغم من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، محاولة تعزيز التعاون العسكري والأمني، كل هذه الجهود الأمريكية باتجاه السودان، هل يترافق مع الحفاظ على سيادة السودان أم التأثير على قرارات سودانية مستقبلية؟
أظن أن نعم الأمر ممكن، ومن المهم كما تحدثت سابقا نحن رفعنا السودان عن لائحة الإرهاب وقمنا بالمساعدة من خلال المنظمات الدولية، ونحن نحاول الآن أن نجعل العسكر ينصاع لحكم المدنيين في السودان، ونحن نود أن نضمن ألا تستعمل القوة العسكرية هذه المنافع من أجل الانقلاب مرة أخرى، ونود أن نضمن عدم انتشار أي قوة إرهابية أخرى، لأن ذلك سيقوض منحنى الاستراتيجي على الأرض، ونحن أيضا نود على السودان أن يكون لها علاقات جيدة مع إسرائيل، وهذا أيضا مع اتفاقة إبراهيم إلى آخره. هذه الأمور التي نحاول ويحاولون أن نقوم القيام بها، إرسال الأموال أيضا، وليس فقط هذا القارب الذي وصلنا. نود أن نسيطر على السودان، ولكن نود على أن نضمن على استقرار هذا البلد. طيب، ننتقل إلى الجانب الروسي من قصة هذا اليوم التي نناقشها. إذن وجود هذه الفرقاطة الروسية يشكل جزءا من تنسيق عسكري بين موسكو والخرطوم، تمثل في الآونة الأخيرة باتفاق لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي. نتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال النقاش. في 19 من نوفمبر الماضي أعلنت روسيا عن مشروع اتفاق مع السودان لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر. ينص المشروع على أن توافق الخرطوم على إنشاء ونشر مركز لوجستي روسي على أراضيها وتطوير بنيته التحتية وتحديثها لتتيح صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها. كما سيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد على 4، وأن لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص. تمتد الاتفاقية 25 عاما في وقت تشكل أغلبية أسلحة الجيش السوداني من روسيا، ما يجعل القوات المسلحة السودانية بحاجة إلى موسكو لإمدادها بقطع الغيار، فضلا عن أن الصناعات الثقيلة للجيش السوداني قائمة على التعاون مع شركات روسية. أعود لاستئناف النقاش وأعود لك ضيفي من موسكو دكتور هاني. تحدثنا في بداية هذا النقاش عن هذا المركز اللوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر، أو ما سمي اليوم بنوايا روسية لإنشاء هذه القاعدة البحرية سواء بالقرب من بورت سودان أو أي موانئ أخرى سودانية. سؤالي لحضرتك، هل ممكن لموسكو أن تتصدى للهيمنة الأمريكية عبر وجود هذه القاعدة البحرية أو عبر هذا الاتفاق لإنشاء هذا المركز اللوجستي في السودان؟ طبعا أعتقد أن روسيا هما في الأساس مصالحها الجيوسياسية في هذه المنطقة، ومن ثم إنشاء هذا المركز اللوجستي الذي في الغالب سيتحول إلى قاعدة بحرية عسكرية فيما بعد كما حدث مع قاعدة طرطوس، هو جزء من خطة روسية لاستعادة مواقعها السابقة في عهد الاتحاد السوفيتي في هذه المنطقة، ومن ثم بناء على إنشاء هذا المركز أو هذه القاعدة موسكو تتصور أنها تزاحم بالفعل الولايات المتحدة لتحقيق مصالح روسيا الاستراتيجية والجيوسياسية، ومن ناحية أخرى لتحقيق مصالح اقتصادية في هذه المنطقة المهمة، وخاصة نحن نعلم أن السودان غني بالكثير من الموارد الطبيعية، وهناك شركات روسية تعمل داخل السودان في مجال التعدين، أيضا هناك شركات روسية تنوي العمل في مجال تكرير النفط إلى آخره. فروسيا تضع أمال كبيرة على السودان، وتضع أمال كبيرة بشكل عام على العودة إلى أفريقيا لمقارعة ليس فقط الولايات المتحدة في الحقيقة، والصين أيضا. الصين نحن نعلم أنها تنتشر اقتصاديا بشكل كبير في أفريقيا، لها استثمارات ضخمة تفوق حاليا الولايات المتحدة وتفوق روسيا بكثير، ومن ثم روسيا تسعى أو تحاول الدخول في هذا التنافس على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. والسودان بالطبع منطقة مهمة جدا لهذا المدخل أو لتحقيق الخطة الروسية ومصالح روسيا، بجانب لا أدري كيف سيحقق السودان مصالحه. هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور عثمان، اسمح لي. هذا ما يقوله ضيفك من السودان.
100%. دكتور عثمان، كيف يمكن للسودان أن يحقق مصالحه من هذا المركز اللوجستي أو هذه القاعدة البحرية الروسية التي تنوي موسكو إنشائها؟ طبعا نذكر بأن الصناعات الثقيلة للجيش السوداني هي قائمة على التعاون مع شركات روسية، أغلب تسليح الجيش السوداني هو مصدره روسي، ولكن ما هي الاستفادة الحقيقية الآن من هذا المشروع أو هذا المخطط الروسي على الموانئ أو على الحدود البحرية للسودان؟ السودان لا يستفيد من التنافس الشرير بين روسيا وأمريكا، لكن يستفيد من التنافس الشريف بينهما، حتى يستطيع السودان أن يطور استغلال موارده لمصلحة مواطنه ولمصلحة العالم من حوله، لأن هنالك موارد ذاخرة جدا في السودان. لكن هؤلاء المتنافسين أو أولئك المتنافسين إذا أضيف لهم الصين وغيرها، ماذا قدموا للسودان؟ نحن الآن في السودان الوضع الاقتصادي يحتاج إلى على الأقل إلى 20 مليار دولار وديعة في البنك المركزي حتى ينخفض التضخم الذي يطحن المواطن، وحتى ترتفع قيمة التبادلية للجنيه السوداني. وروسيا والصين وأمريكا قادرة أي منها على هذا. أما الحديث العايم على القواعد العسكرية وغيرها، إذا لم يتم يقوم المفاوض السوداني بوضع استراتيجية للتفاوض واضحة جدا جدا ماذا يريد هو، عندما نقول لا يعمل السودان بأجندة الآخر يستوعب، لكن لا يستجيب لها كلها. نعم، تتحدث عن الحكومة روسيا السودانية، روسيا والصين وأمريكا. نعم، لا يعملوا، ليسوا محسنين، هم يبحثوا عن الاستفادة لأخطارهم. طيب، ويجب أن يبحث السودان عن تغليب مصلحته بموارده الاستراتيجية الحالية الآن. طيب، ضيوفي الكرام، لا أعلم إذا كان دكتور عثمان يسمعني، بس على كل الأحوال وصلت هذه الفكرة، ابقوا معي. نذهب الآن إلى الفاصل الوحيد في الرابط، نعود من بعده لاستئناف النقاش، ابقوا معنا. يعتبر ميناء بورت سودان من أهم وأكبر منافذ الصادرات والواردات بالنسبة للسودان والعمق الإفريقي، حيث يضم 6 مرافق تختلف طبيعتها وتخصصاتها ونشاطاتها. نستعرض أهم التفاصيل في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. يعد ميناء حيدوب من أهم المرافق التي يعتمد عليها السودان لتصدير الثروة الحيوانية، ولا سيما بعد تجهيزه بمنشآت التطعيم والمحاجر خلال الفترة الأخيرة. ميناء سواكن أيضا يعد من المرافق التي يتم عبرها تصدير الماشية خارج السودان. أما ميناء بشائر والخير فيختص بتصدير النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الغاز، ويحتوي على مصفاة للنفط ومحطة نهائية لخطوط أنابيب النفط من السودان. الميناء الجنوبي الذي يعتبر محطة حاويات يحتوي أيضا على صومعة للغلال، ويبلغ طوله نحو 1700 متر. أما الميناء الشمالي فيختص بتبادل البضائع العامة والزيوت والعربات بطاقة تصميمية تصل إلى 5 ملايين طن. يضاف إلى القائمة الميناء الأخضر الذي يختص بتداول مواد البناء والعربات والبضائع، ويتضمن 4 أرصفة. أردنا إذن أهمية هذه الموانئ في السودان، وأعود لاستئناف هذا النقاش. وأعود لك دكتور عثمان، بعدما استعرضنا هذا التقرير أيضا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية الجديدة كانت قد أعلنت أولوياتها 5 في المرحلة المقبلة: المحور الاقتصادي والاجتماعي، محور السلام، محور الأمن، العلاقات الخارجية، محور الانتقال الديمقراطي. هذا التنافس الآن الأمريكي الروسي على هذه الموانئ السودانية وعلى ثروات السودان يخدم السودان في أي من هذه الأولويات الخمس؟ يمكن أن يخدم في كل الأولويات دي وزيادة، إذا كان المفاوض السوداني متمكن من ماذا يريد من الآخرين. الآخر يأتي وهو في ذهنه خطة واضحة جدا ماذا يريد أن يحقق من مكاسب،
ليس هنالك شيء بلا مقابل. زي ما بيقولوا الأمريكان there is no free lunch. فأنت تحاول تحصل على أكبر قدر من المكاسب لمواطنيك من هذه الموارد. المواني والأجواء هي موارد مستدامة غير متناقصة ولا متفانية، لأنه المواني لا تنتهي، الأجواء لا تختفي، دي موارد مستدامة ليست مثل الموارد الأخرى الزراعية ولا الصناعية أو الحيوانية التي يمكن أن تتناقص، أو النفط الذي يمكن أن يتناقص. السواحل لا يمكن أن تتناقص، 710 كيلومتر باقية ما بقي السودان في سيادتي. الأجواء السودانية شرقا وغربا باقية، وهذه طيب. الأجواء العائد منها لا يكلف كثير، طيب. مجرد تخطيط وتغطية رادارية واتصالات. دعني أنتقل لضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية سيد لورنس. استمعت إلى ما قال ضيفنا دكتور عثمان الآن وقبل الفاصل عندما تحدث عن الحاجة الاقتصادية بالنسبة للسودان. هل من الممكن أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية السودان بضخ مزيد من الأموال في داخل السودان، أم أنه كل الأمر يتعلق بهذا التنافس والصراع القديم الجديد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الآن على شواطئ السودان وموانئ السودان؟ الولايات المتحدة الأمريكية تود كل الود أن تدعم السودان وأن توفر هذه السيولة، لأنها ساعدت السودان من الناحية الاقتصادية من بعد رفعه عن لائحة الإرهاب، وسنستكمل ذلك. نحن نعمل أيضا مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل تأمين ذلك. إن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن ترى السودان دولة مستقرة ديمقراطية ليست ملاذا للإرهابيين، ولا أو بعيدا عن كل هذا التدخل الأجنبي الذي يقوض التجارة الخارجية أو النفاذ إلى الأسواق أو منافذ البحرية. ونحن نعمل مع الحكومة السودانية على ضمان أنها يمكنها أن تقوم بذلك في السنة المقبلة، وعندما يحين وقت الانتخابات في 2022 يجب على الشعب السوداني أن يقرر، كما تحدث السيد من السودان، أن يقرر هو نوع البلاد الذي يود أن يعيش به هذا الشعب. الآن هناك مشاكل اقتصادية، نعم تحدثنا عن العملة السودانية التي تخسر من قيمتها، وهذا لا يمكن من الادخار في السودان. طيب دكتور هاني، سؤال أخير لو تكرمت، هل السودان هو وجهة جديدة أو جبهة جديدة للصراع مرة أخرى القديم الجديد بين واشنطن وموسكو؟ أعتقد أنه وجهة جديدة للتنافس والصراع بالفعل، لأن الاتحاد السوفيتي كان له علاقات كبيرة وعميقة مع السودان ومع أثيوبيا والصومال وهكذا. ولكنني أود الإشارة إلى نقطة هامة فيما يتعلق باحتمالات دعم روسيا اقتصاديا للسودان. كما تفضل ضيفك من السودان الشقيق، هذا الأمر مستبعد في الحقيقة، لأن الاقتصاد الروسي يعاني من مشاكل كبيرة، ويعاني بشكل أساسي من جوع استثماري لا تكفي الاستثمارات لدفع الاقتصاد الروسي إلى الأمام. فالتعويل على 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد كسيولة هذا غير محتمل تماما، وبصفة اقتصادي هذا غير محتمل. روسيا لن تدفع هذا الأمر، ولكن يمكن أن تدفع بشركاتها الخاصة الكبيرة الاحتكارية للعمل في السودان لتحقيق مصالح روسية اقتصادية بحتة. ولكن الأمر برأيي بشكل أساسي هو تحقيق مصالح جيوسياسية استراتيجية روسية للعودة إلى هذه المنطقة والمياه الدافئة بشكل عام. دكتور عثمان، في أقل من دقيقة لو تكرمت، هل ممكن لهذا التنافس بين روسيا والولايات المتحدة أن يعرقل المساعي الداخلية لتحقيق الاستقرار والمسار السياسي كما يريده أهل السودان؟ إذا كان التنافس تنافس شريف فأهلا به، وإذا كان الصراع صراعا شريرا فسينعكس سلبا على السودان وعلى المنطقة. طيب
شكرا جزيلا لك دكتور عثمان البدري، أستاذ تحليل السياسات العامة وإدارة التنمية والتجارة الدولية والنائب السابق لرئيس لجنة الموانئ السودانية، كنت معي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. ومن موسكو الدكتور هاني شادي الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية، كنت معي أيضا من موسكو، شكرا. وأشكر من دلاور أيضا السيد لورنس كورب، وهو المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي والخبير في معهد أمريكان بروغريس في واشنطن، شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن قبل ختام نقاش هذه الليلة أذكركم بسؤالي الحلقة، واشنطن وموسكو تتزاحمان عند الموانئ السودانية، وعنه تساءلنا هل هذا التزاحم يساعد السودان في مرحلة الانتقالية أم يعرقلها، وأي دور لموانئ السودان في الاستراتيجية الاقتصادية للقوتين العالميتين. إذن انتهى الرابط لهذه الليلة وخلص هذا النقاش بشأن هذا التزاحم الأمريكي الروسي على موانئ السودان عند البحر الأحمر إلى التالي: الطرفان لهما مصلحة في السودان لما له من موقع وأهمية استراتيجية، ولكن على الخرطوم الاستفادة من هذا التنافس لتحقيق المصالح السياسية. أما السودان والذي يقع عند منتصف أو في منتصف هذا العالم ويعتبر المعبر من شمال العالم إلى جنوبه، يجب عليه استغلال الموارد وموقعه تجاريا واقتصاديا. إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الرابط عن السودان وعن المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة ثانية على الموارد وثروات السودان. إذن كان هذا موضوع حلقة هذه الليلة، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.